انا ما في مني، انا فلسطيني، كل الناس بتغار مني، صني يا رب منهم واحميني، خليهم يحلوا عني. كل شي عندي منه اتنين، مية بير ومية عين، مية بلدية بتيجي يومين وبترجع تنقطع الشهرين. ولا الكهربا ليلي عين، احكي لكم ولا اطنش، لما تشتي ولا ترشرش، دغري بتقطع او بترمش. شو هالحكي خفوا علينا شوية، محرومين حتى من المية، بدها شوية مسؤولية، ندفع عليك وندفع علي. ولا الراتب لما بينزل، اذا نزل بينزل نصين، نص الاول عمري ما شفته، والنص التاني للدين. بطل حدا يسأل بالتاني، كل واحد بده مصلحته، والمسؤول عامل مش شايف شو اللي بيتهرب من تحته. انا ما في مني، انا فلسطيني، كل الناس بتغار مني، صني يا رب منهم واحميني، خليهم يحلوا عني، خليهم يحلوا عني. غلبك نبيل المي هبا. يا زلمة ليش؟ ما انا خليت الكيس عشان كبها بزبالة. شيخة بلا عباد. يعني ما بيصير هيك، والله ما بيصير هيك يا زلمة. شو هو اللي ما بيصير؟ يعني بالله انت من عقلك عم تحكي، وشو فيها؟ ايش شو فيها؟ ما انت هيك بتوسخ الشوارع والبلد. هلا انا قرينة المي اللي كبيتها هي اللي وسخت البلد، اما البلد بتجنن ونضيفه يا محلاها، قرينة اللي وسختها. يعني هي قنينة على قنينة، وسخة على وسخة، بالاخر بتصير بلد مزبلة. بس بلا حكي فاضي وشغل فلسفات، خلص اختصري. هلا شو رايك كمان قولي لي حط الحزام بالمره. حط الحزام ومحطوط زينه بالسياره حطه. هذا الحزام للمبتدئين، للي زي ما بيحكوها للي اول طلعته، مش للحريف اللي مثلي. طبعا مش من معاهم. بلا عبر اسمعي شغلي المسجل، علي على الصوت، على الصوت رجعتي لراسك. طولينا نوصل بيت لحم، انا اول مره باجي من الالتفاف هذا. لا شوي نوصل يعني تاخذ شوية. تمام. ولك مجنونة انت، شو بتسوي في هذا؟ مجنونة؟ كيف تبني محرمة من الشباك؟ بدل ليش مش حاطة الحزام؟ ايش في يا زلمة؟ شو عدا ما بدا، من وين تنزل كل هالالتزام هذا؟ بعدين لسه امبارح حكي لي انا بحطش في اشارة الحزام هذا بس للناس المبتدئين، وانت محترم وحريف. لا حريف بعينك، اي فيها حريف ومش حريف على الالتفافين انت التانية. ولا شو فيها؟ ايش فيها؟ فيها مخالفة قد راسك، هيك على قد المخالفة، بكسر ايدك، اذا مرة ثانية بترجع بترمي لك شغلة من الشباك واحنا على الالتفافين. بعدين تنيل وحط الحزام. وعليلي على المسجل هذا، وجعت لي راسي بلا حكي فاضي. Thank you.
أهلين. بينفع أسألك سؤال؟ شو بدك؟ بقدر أساعدك بإشي؟ مستحيل مستحيل تساعديني في إشي. ليش مستحيل؟ شو بعرفك؟ بلكي بقدر أساعدك. يا عمي الأكبر منك ما قدروا يعملوا لي إشي، أنت بدك تقدر تعملي لي إشي. روحي روحي يا عمي. يا عمي جربني جربني، زي ما بقول لك المثل، بيودع سره بضعف خلقه. يعني مصرة؟ آه مصرة والله، كل مرة بطلع عليك قلبي يتقطع عليك، كل يوم كل يوم باجي وانت قاعد على نفس الهدف يعني، وحتى بقعد اطلع عليك كل شوية تطلع على الساعة كأنك عم تستنى في حدا. آه والله بستنى حدا ومن زمان كتير. طب وليش لسه ما إجا؟ يعني ما أجاش، يعني هانت هانت هانت، راح كتير ما ضل قليل، هانت هانت بيجي بيجي. يعني شو بعرفك انت رح يجي؟ رح يجي يعني، هو لازم يجي اصلا، هو لازم يجي يعني، بجوز تاخر شوي بس بيجي. هو دائما هيك بتاخر يعني؟ اه هو طبعه هيك، هو طبعه بتاخر، هو طبعه بتاخر، ومش معي مع الكل دائما بتاخر، بس بيجي عمره ما 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 اجاش، لا بيجي دائما. طيب بلكي انت عم تستناه بالمحل الغلط، هو مش رح يجي هون، بلكي مخربش محل الغلط. معقول اكون بستنى في محل غلط؟ لا لا، شو محل غلط ومش محل غلط، انت الثانية مستحيل، لا لا هذا هو المكان الصح. اوه يا عمي بدك تلخمين، روحي من عندي روحي. طيب طيب. روحي روحي رح يجي خلص. خلص يا عمي خلص يا عمي، روح ما تعصب يا عمي، انا بس حابة اريحك، اعطيني رقمه برن لك عليه وهو بيجي وبترتاح انت. حرام اللي انا بستناه، ما بينفعش نغن له. اوف ما بينفع. اوف يعني صار لك من زمان عم تستنى، هو واضح ما شاء الله عم ينزلك ولسه يعني مش مستر ترن عليه. مين كاين هالبني ادم؟ انا بستنى الفرج. طيب تمام يا عمي، اعطيني رقم ولا فرج صاحبك وانا برن عليه وانتهى الموضوع. اذا ما عندك رقم بطوله من التروك كولر برن عليه. ولك ترن عمين عمين بدك ترن عمين بدك ترن فهمي عمين بدك ترن على صاحبك فرج. يعني كيف بدك ترن على فرج؟ شو كيف بدي ارن عليه؟ برن عليه عشان يجي وتشوفه وترتاح انت. والله انا بدي اساعدك والله، يعني مقهوره على منظرك. احكي لي كمان شوي، من دار مين فرج؟ اه من دار مين، اعطيني اسمه من عيلته عشان اطلع اشوفه. ومن عندي ومن عندي ومن عندي انت وفرج. روحي روحي والله حقا. وين تعطي لي هالصبح انت؟ روحي يا عمي خليك خليك قاعد، هاي قاعد هو قاعد بيضحك علي، خليك بس خليك. ولا كان هو اللي بيضحك علي؟ هالعالم هاي بس معقول يعني هم بيضحك علي ما يجيش فرج؟ سرحت فيك في صورة لينا من زمان وانا